سيراميك ريستوريشن لها استخدامات كتير. ممكن اعمل منها حشوات زي الانلاي او الاونلاي. احنا عارفين الفرق ان الاونلاي لازم يغطي اتليست 1 كاسب انتايرلي، لازم يغطي كاسب على الاقل. ممكن اعمل كمان من الاول سيراميك سنجل كراونز او اف دي بي او البريتش الاولد نيم، واللامينيت فينيرز الواجهات الخزفيه اللي هي بتغطي الفيشل سيرفيس عشان تغيير الشكل واللون، بنسميها هوليوود سمايل. ميزة الأول سيراميك ريستوريشنز إنها بتديني شكل جميل جدا، مور استاتيك بليزنج ريستوريشنز، بسبب الترانسلوسنسي بتسمح بنفاذية الضوء اللايت ترانسميشن، فعشان كده بتلاقيها بتشف عن الخلفية، تسمح بنفاذية الضوء فتشف عن الخلفية اللي وراها، مفيش تحتها ميتل بيبقى أوبيكر بيعكس الضوء ما بيسمحش بنفاذية الضوء، فمدينيش الناتشرال لوك، مدينيش شكل السنة الطبيعي زي الإنامل. فهي تركيبات شكلها جميل جدا لكن عيبها الرئيسي انها بتتكسر. The chief disadvantage is susceptibility to fracture. حاولوا يتغلبوا على الكسر اللي بيحصل في الكراون. This is fracture of the laminate veneer. The fracture of the veneer. ده زركونيا كور وعليه بورسلين فينير، ممكن يكون كمان الاي ماكس. This is crack. بيبدأ الكسر بشرخ في الاول وشرخ يكبر لحد ما يؤدي الى كسر. This is crack. This is incisal chipping. لاحظ كسر هنا في الانسايزل اتش. عشان يتغلبوا على الكسر المشكله الرئيسيه بتاعه تركيبات الاول سيراميك، اول تكنيك عملوا الريزن بوندنج تكنيك. الريزن بوندنج تكنيك احنا عارفين ان الدنتين في دنتينال تيوبولز، فبنحط عليه اسيد اتش يفتح لنا الدنتينال تيوبولز دي ويخربش السطح، يخليه فيه مايكرو ريجولاريتس خربشه كده في سطح خشن، ويحطوا عليه ريزن. ده الدنتين، ده توف ستراكشر اهو، يحطوا عليه طبقة من الريزن وده السيراميك مثلا، يربطهم ببعض، شايفين بيدخل بيعشقوا في بعض فبيلحموا في بعض جدا زي عاشق ومعشوق زي القلم في اللباسة كده. ده الريزن بوندينج تكنيك. فلما السيراميك بيحطوا الأول الأسيد اتش، ده شكل الأسيد اتش، بيحطوه على تركيبة السيراميك ويغسلوه، وبعدين يحطوا عليه السايلين بوندينج ايجنت على السيراميك، وبعدين ده عندنا الأسيد اتش ودوت الريزن سيمنت وده البوند بتاعه، بيحط على السنه نفسها اسيد اتش يخربش السطح يديني خشونه بالميكروسكوب مايكرو ريجولاريتس، يحط عليه البوند وينشفه ويلزق التركيبه. هنا اصبح التركيبه مع السنه وحده واحده 1 يونت، هي دي فكره الريزن بوندنج تكنيك. لما يبقى وحده واحده التركيبه بتقوى بالسنه والسنه بتقوى بالتركيبه، فبتبقى تركيبه اقوى، فالاول سيراميك ريستوريشن تبقى اقوى ما تتكسرش. تاني فكره معانا لمقاومه كسر الاول سيراميك ريستوريشنز انك تستخدم سيراميك قوي. في نوع من السيراميك في التصنيف بيبقى سيراميكس قويه، هاي سترينث سيراميكس زي الزركونيا والالومينا، تبقى قويه مش سهل انها تتكسر، بنعمل منها سنجل كراون زي الزركونيا، وممكن نعمل منها كمان بوستيريور اف دي بي. من قوه الزركونيا دي ممكن نعمل منها اف دي بي طويل شويه، وممكن اعمل منها ريزن بوندنج، واعمل منها الاباتمنت على الزرع، وتقدر تعمل بيه البريدجات الطويله شويه اللونج اف دي بي. ولو اننا ما نفضلش حاليا اللونج سبان اف دي بيز، لكن الزركونيا ساعدتنا ان احنا نقدر نعمل بوستيريور اف دي بي وكمان لونج اف دي بي لانه قوي وبيقاوم الكسر، مش سهل يتكسر زي الانواع الثانيه من السيراميكس. ليه؟ لانه بولي كريستالاين. بعد كده هتدرسوا في تصنيف السيراميك ان في نوع في التصنيف السيراميكس اسمها بولي كريستالاينز، بتبقى كلها كريستالات فبتبقى قويه جدا زي الزركونيا والالومينا والميكس بينهم.